بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم مشاهدينا ومتابعينا في قناه اخبار عاجله مع هذا الفيديو الجديد عن تركي آل الشيخ والذي يشعل ازمه جديده بين الاهلي والجهات الامنيه قبل المباراه. في البدايه ادعوك عزيزي المشاهد لو بتتابعنا لاول مره اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك منا كل جديد. اشعل تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز فتيل حرب جديده مع النادي الاهلي، حيث رفض حضور الجمهور في مباراه فريقه مع النادي الاهلي على ملعب بتروسبورت الخميس 18 ابريل، مدعيا تحفز جمهور الاهلي ضده وضد بعض لاعبي فريق بيراميدز. وسهلت الجهات الامنيه المحليه تلك الماموريه على تركي آل الشيخ، وابلغت الاتحاد المصري لكره القدم بصعوبه تامين المباراه، مما دفع جماهير النادي الاهلي للتهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بترديد كلمات اغنيتهم الشهيره ضد تركي آل الشيخ اثناء مباريات كاس امم افريقيا والتي تستضيفها مصر اذا لم يسمح لهم بحضور جميع المباريات المتبقيه لفريقهم بالدوري. وفي مقدمة تلك المباريات مباراة بيراميدز، خاصة وأن هذه المباراة ستكون سهلة الفوز للأهلي وتوسيع فارق النقاط في ظل غياب أبرز عناصر بيراميدز إما للإصابة أو للإيقاف. لكن المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم اللواء ثروت سويلم قابل تلك التهديدات بإعلان قرار إقامة المباراة بدون جمهور، رغم أنه كان مقرر إقامتها بحضور 5000 مشجع حسب الاتفاق المسبق بين الأطراف المعنية. في النهاية بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.